الفشل الكلوي المزمن من الامراض اللي لازم نهتم بيها جدا ونحاول ان احنا نبحث عنها وعن اسبابها وعن علاجها، لان الفشل الكلوي المزمن من ضمن الامراض اللي بتصيب كثير كثير من الناس، وخصوصا عندنا هنا في جمهوريه مصر العربيه اكتشفنا ان في كثير جدا من الناس بيعانوا من الفشل الكلوي المزمن. طيب لازم اولا نعرف ايه اسباب الفشل الكلوي المزمن. لازم نعرف ان هو له علاقه بكثير من الامراض الاخرى زي مرض السكر، زي مرض الضغط، مرضى القلب، مرضى الكبد حتى، والتهاب الكبد الفيروسي، وكذلك الامراض اللي هي بتسبب اصابات متكرره مثلا في المسالك البوليه والكلى. كل هذا ممكن يؤدي في الاخر بنا الى فشل كلوي مزمن. اذا اي مريض بيعاني من ضغط، بيعاني من سكر، بيعاني من فيروس، بيعاني من التهابات متكررة في المسالك البولية، لازم يتابع ويتابع. ومن ضمن التحاليل اللي بنكون احنا بنطلبها وبنتابعها وعنينا عليها قوي، مش بس السكر، مش بس الضغط، مش بس القلب، مش بس الكبد، لا، الكلى لازم برضو المريض يكون عاملين فوكس عليه قوي من ناحية الكلى، لان زي ما احنا قلنا ان الامراض دي بتؤدي في الاخر الى فشل كلوي مزمن. والفشل الكلوي المزمن مرض من الامراض مش بس اللي هي بتصيب صاحبها، لا، دي بتصيب المجتمع، بمعنى ان انت بتلاقي ان المريض لازم يا اما بيلجأ الى جلسات غسيل استصفاء دموي، ودي بتكون تقريبا 3 مرات في الاسبوع، وبيستمر على كده مدى الحياه، فده اصبح اذا هنا عضو في المجتمع معطل، غير ان هو بيحتاج كمان ان مش بس كده، لا، بيحتاج الى نفقات والى تبعات علاج ومصاريف وتكاليف. اذا فلازم نخلي بالنا قوي، قصدي ان يكون اهتمامنا كتير مش بس بالمرض الاصلي، لا، لازم برضو عينينا تبقى على الكلى ومتابعات وظائفها ومتابعة ايه اللي احنا لازم نتخذه من احتياطات مع المريض. في احتياطات طبعا بتكون في العلاج، فمش اي علاج ينفع ياخده المريض اللي احنا مثلا اكتشفنا عنده في ارتفاع في انزيمات او في وظائف الكلى، لازم بيكون علاجه هنا متحفظ فيه. في بعض الادوية تنفع، في بعض الادوية لا، في بعض الادوية بنعدل جرعتها. برضو لازم نحط في اعتبارنا ان الفحص ده يكون دوري، ويكون يعني له اهتمام، مش مجرد انه عمله مرة او مرتين، لا، لازم يبقى من ضمن الفحوصات الدورية اللي بيتابعها مريض السكر، مريض القلب، مريض الكبد، نحط في اعتبارنا فحوصات دورية للكلى. برضو الحاجة التانية بالنسبة لمريض الكلى او فشل الكلوي المزمن، احنا قلنا طريقة العلاج واحدة من اتنين، يا اما الغسيل، والغسيل زي ما احنا قلنا بيبقى 3 مرات في الاسبوع مدى الحياة، او اجراء عملية زراعة الكلى. وزراعة الكلى في رأيي ان هي افضل من الغسيل. في ايه؟ لان هو هنا المريض بيزرع، صاحب يستمر على العلاج بعد كده، بس بيقدر يعيش الى حد ما حياة افضل، بيقدر يتابع عمله، بيصبح عضو منتج في المجتمع، افضل من الاستمرار على الغسيل الكلوي. ولكن زي ما احنا بنقول دايما ان الوقاية خير من العلاج، فدايما بنؤكد وبنقول يا جماعة، اي واحد عنده اي مشكلة طبية يتعلق بالقلب، بالضغط، بالسكر، بالكبد، لازم يكون بيتابع كويس، او برضو فيما يتابع مع حد من دكاترة الكلى. وبنخلي بالنا ان هو برضو في نظام معين للاكل وللشرب في مرضى الفشل الكلوي المزمن لازم نكون حريصين عليه. بنقول ان احنا بنقلل في اكلنا من البروتينات، والبروتينات دي يا اما الحيوانية او النباتية. والحيوانية معروفة، هنتكلم عن اللحوم، عن الفراخ، عن الكبدة، عن السمك، عن البيض، عن اللبن، كل الحاجات دي بتبقى ليها كميات محددة اقل من الشخص الطبيعي. وبرضو البروتينات النباتية زي الفول والطعمية والعدس دي برضو بتبقى ليها نسب محددة. واحنا كتير اول لما حتى المريض بيجينا في العيادة بنبدأ ان احنا ننظم معاه زي جدول للاكل، هتاكل ايه، هتشرب ايه، الكميات قد ايه، وده شيء مهم جدا، شيء يوازي العلاج ان لم يكن كمان اهم من العلاج الدوائي نفسه. الحاجة التانية المهمة قوي برضو ان في علامات لمرض الفشل الكلوي المزمن. بص تلاقي العيان وبتختلف العلامات، يعني ايه، ممكن واحد يشكي مثلا ان بدأت يظهر ان رجليه بتورم، او بيشتكي بان بيحس انه بيصحى من النوم الصبح بيلاقي ان وشه زي ما يكون منفخ.
في شكوى بتيجي بقى بتبقى شكوى محيرة جدا، ونسمي احنا دايما مريض الفشل الكلوي ان هو المريض كثير الزيارات لكذا تخصص، لانه بيجي مثلا يشتكي ساعات بالتهاب بالمعدة وهو مش عارف ان ده بسبب الكلى، فبيبدأ يروح للدكتور الجهاز الهضمي علشان يشوف ليه معدتي بتوجعني، ليه حاسس ان انا دايما عندي حاء بالقيء، ليه مش مرتاح في الاكل. هنا بنكتشف ان كثير من مرضى الفشل الكلوي المزمن بيعانوا من هذا العرض. قد يعاني برضو من بعض الاضطرابات في القلب ويحس بخفقان ويحس بنوع من انواع ضربات القلب الزيادة او عدم الارتياح، ونكتشف برضو ان هو من ضمن علامات فشل الكلوي المزمن وهكذا. اذا فاحنا بنقول برضو من ضمن الحاجات اللي هي بقى اللي عايزين ننبه لها قوي، شكوى المريض بتاع الفشل الكلوي المزمن من الام العظام والمفاصل، فيبدا يتناول المسكنات، ودي بتبقى حاجه كارثه. ليه بقى؟ لان المسكنات في حد ذاتها والاكثار فيها والاسراف فيها بتؤدي بينا الى الفشل الكلوي المزمن. يبقى في الوقت اللي كان فيه عنده فشل كلوي في بداياته مثلا وبدا يحس بالام عظام ومفاصل، اتجه انه ياخد مسكنات، فكده يعني نقدر نقول انه سرع بتحطيم الوظائف اللي كانت متبقيه بالكلى، فاسرع ادى الى سرعه حدوث الفشل الكلوي يمكن في وقت اسرع من اللي هو لو ما كانش تناول هذه المسكنات. الكلام في مجمله بنقول نتابع كويس وظائف الكلى في المرضى، الضغط والقلب والسكر والكبد. بنقول يا جماعة ما حدش ياخد مسكنات ولا نصرف في المسكنات الا لما نعرف الاول احنا ايه التشخيص وايه اللي عندي. بنقول يا جماعة نظامنا في الاكل لازم يكون نظام معتدل، بنحافظ فيه في اكلنا في البروتينات وفي السوائل. بنتكلم عن اننا ما نهملش اي التهاب يجي او اي احساس بالحرقان او بالتقطيع في البول، لازم ناخد الامر بجدية. انا بشوف ناس كتير جدا بتلجأ للوصفات وللحاجات، مش ضد الوصفات احنا او بس مش ده الصح. لازم كل شيء يتخذ بجدية علشان نوصل دايما لصحة جيدة ونوصل لبر الامان. وزي ما احنا بنقول دايما التشخيص كمان اهم من العلاج او يساوي العلاج، لازم يكون عندنا تشخيص واضح وتكون أمورنا إن شاء الله مستقرة. وشكراً.